السلام عليكم البنات، كيف راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. راني نهضر شويه بالعقل، سمحوني ان شاء الله تسمعوني، باسكو راهي بدي نقول لكم راهي باقي لها 11 وانا صايده 12 ساعه، ما بيش علاش كل ما ندير الخمار نصير ونخنق روحي. نتمنى تكونوا كامل خير. نشكركم، حبيت نشكركم كامل اللي وقف معايا واللي ساندوني في المحنه تاعي. جو غير نقدر نسميها المحنه باسكو ما بيش كون جاتني من عباد برانيين تجيني عادي، مي بصح جاتني من عند بنات بلادي ومن عند ولاد بلادي، فريمون قاسني باسكو ماشي جوغ انا اللي جو نستاهل هذاك الوسم الحمله اللي داروها عليا. نص فيكم 80 90% يكونوا سمعوا بيها، اللي راه معايا متبع عندي في القناه واللي راه في الانستغرام وفي في الانستغرام وفي الفيسبوك على بالهم سيومون. وزيد دانيا مو زات هذيك الحمله، زات لحقت للتيك توك، زات وحده قالت لي نديروها في تيك توك. هاي ما قلت شنو هذا يا لطيف يا سبحان الله. قلت لكم انا عندي واحد لا فيديو درتها شويه قديمه ملي كيما تشيخي في مور 3 ايام درتها فيلم تاع الحق 3 ايام، بصح درتها موراها بشحال باش قعدت درت لها المونتاج. بس كون هذه ما تشيخي كيما على بالكم درت اللايف وكان القران في داري الامام وكذا، واللايف مازال عندي، تحبوا نعاود نفتح لكم تشوفوه كيفاش كانوا يقراوا في القران ايتم. اما لا البنات قالوا لي ليندا علاش ما تقولناش واش يقدموا واش يسربي واش كذا، لا تروحوا الجنازه باسكو ما فين نشوف الافلام نسي يروحوا الجنازه الاتراك. صافي باش نبقى نجاوب على كل وحده والكومونتير تاعها امبوسيبل، ما نقدرش نجاوب على 400 كومونتير بالله، كيكونوا غير 100 ما نقدرش نجاوب عليهم. هذه هي قلت لكم انايا مال انا رحت انا كني انا رحت درت هذيك لا فيديو ما عندي حتى ندير لكم دوك لكم الارباح على لا فيديو دوك لكم الارباح كامل على القناه تاعي. درت انا هذيك لا فيديو درت واش سربت كذا وحدي وصاحب وحدي سفلت باسكو رجال تيماجيني واحد اللي نقول لكم مينيموم يكون 31 راجل يجوني في الفطور وفي العشاء، جو وحدي الوسطي كامل في دار باباهم وانا وحدي لهنايا. انا هكذا جوزتها كيما كان الحال وجهزت كذا وموراها فيلميت هذيك لا فيديو وقلت لكم بلي فوالا يروحوا للجنازه. وانا رحت للجنازه وشنو ما خرج الجنازه من الجامعه ديريكت للجبانه، وحنا منا من الدار رحنا ديريكت للجبانه ما رحناش للجامعه، سما يروحوش للجامعه. هذه هي الفيديو هذا شحال عنده واحد الشهر فينالمون ما عرفش واحد واش نقولها، نقولها الله يعطيك الدل ويزيد لك الدل على الدل. وحده تروح تكتب تدي لها الفيديو تاعها وتحطها في الفيسبوك تروح تقول فالا فالا شكون يديروا روحتي في الجنازه علاش تيني وريت لك الميت يا سيدي كنوري كامل الميت يا اخي جنازه جنازتي تحبي تدخلي وكتبت جنازه تسمى لك حبيت تدخلي تدخلي ما لعبت لها لكش ما قلتكش روحي شفت لك عريس لقيت لك عريس ومن بعد لقيتي جنازه. انا كتبت الجنازه واش حطيت واش كذا ما عنديش النفاق تدخل تلقيتي واش كاين في العنوان اه ما لا هادو ما اللي كيما انايا لازم يحطموهم. مي بصح هادوك اللي يعطوا لهم الدق ويعطوا لهم الكلمات واش نقول لكم هادوك هما اللي يزيدوا يطلعوا لهم لي كونت تاعهم. لا علينا انا على كل حال هذيك اللي حطت عليا الاولى جاو عندي وجابوا لي كاع كلش عليها، اتصلوا بيا الناس اللي يعرفوها اون بيرسون قادر نروح ليها نصدم ليها في دوارها جابوا لي وان تسفون كامل. المهم كي نحبط لتزين تلاقى معاك انت يا وحدك. هذه هي ملت ما ترفضت راحت للانستغرام عباك تدخل للانستغرام صاي خلاص ولاو لي باج كبار لي باج فريمون كبار وجايحين جايحين جايحين اه شوفوا سربات هذا الوسمو اه دارت الروس ولا جو هكذا يستهزئوا والناس اللي تحت بلي كومونتير نتا عارفو جو انا ما كنتش صدعوا لي راسي ما درتش في ما جو ماسي بزاف باك جو ولاو الناس يجوا باك انا واحد مول لاباج كتبت له فالو فوالا عاود بعث لي قال لي ولا غير قال لي لا لا يا مدام كذا وصحي قال لي دوك نحي من لاباج تاعي قال لي بصح كاين الباج بواحد اخر بزاف اللي راهم دايرين عليك قال لي شتيه قال لي شوفوا مول لاباج مول لاباج اللي دار اللي حط عليا باسكو ثاني شاف لي باج الاخرين داها وحطها عنده مول لاباج واش قال لي قال لي شوفي قال لي شتيهم قال لي شتي كيفاش يجوا قال لي كيفاش يحبوا البوليتيك يحبوا يطيحوا بعضاهم قال لي كي نهار قال لي دخلي لاباج تاعي قال لي تلقاي اللي دار لهم لابوب على زعما دي غروب هكذا ولا بنات زعما يحبوا يطيبوا ولا زعما كش ما يحبوا يواس ولا قال لي كي ندير لهم لابوب قال لي واحد ما يدخل قال لي يا ربي لقيت 5 لي جام ودو كومونتير وهذاك واحد كومونتير تاع هذاك مول هذيك مولات لاباج اللي حبات شهر بلاباج تاعها قال لي بصح قال لك شما يسمعوا اذا كاش بروبليم ولا قال لي هات برك يروحوا يواسوا بعض هذا مول لاباج قال لي شوفي كيفاش حنا الجزائريين كيفاش نحبوا نطيحوا بعضنا قال لي الله شان تاعي قال لي كل ما ندير شويه هاد الحوايج ونقول لهم شوفوا فلان واش دار فلان واش علان واش واسا منا قال لي لاباج تاعي ما تطلعش قلت بصح تطلع على ظهري
قلت له طلع على روحك، طلع بخدمتك، دير الجيحة، دير تافهة وطلع نزاهة، طلع بالجيحة، طلع انت تاني بالجيحة، علاش تطلع على ظهر الناس؟ قال لي على كل حال مادام، قال لي انا سمحي لي، قال لنا في الديريكت الكابتو، قال لي وحطيته سي بون. هيا قلت له خلاص ما فيها، ماشي مشكل، هذا هي على جال، هذا ما بمشي عليكم، باردون سمحوا لي على هذه، قلت لكم خلاص سي بون، عييت جون في اتر ترونكيل، سي بون خلاص عييت، عياوني هذوك لي كومونتير، عياوني الناس، عياوني عباد السلبيين، عياوني العباد التافهين، تافهين ما نقدرش نقول لكم. يدخل لي واحد عنده لي موستاش تاعو حتى لهنا، درت الجنازة تاع بابك في اليوتيوب، يا غبي يا غبي، روح قادر غير لي موستاش تاعك اللي حتى لهنا اسمه انا عارف مع البيج بنبو علام ولا باش كاع واسمه، المهم واش دخلك، درت الجنازة تاع بابا هذا شيخي وتاع بابا درتها، تسالني يا اخي قناتي ندير فيها واش حبيت، زعما جاي درتي واش جابك انت يا اخي قناتي تاع روتين تاع نسال قريت جنازة واش جابك، يجو يجرو من الانستغرام يجو يجرو، بصح انا نقول لهم روحوا دعموا كاش وحده تنسى باش يدعموها. الو غدا كان عندك محتوى، كان عندك وصفات، وإذا كنتي زعما بالك بلا حجاب كنتي كشما تلبسي ولا تعري ولا كشما نهضروا طاي طاي دوكا، ما بقات لا حشمه لا والو، لا كنتي تلبسي نقول لك تطلعي تطلعي في ليشا، وإذا كنتي عباش تمهبلي وتواسي تاني تطلعي، مي وإذا كنت ديري وصفه نشوفها غير في قناتي الوصفه دايما مشاهده حاطه والروتينات طالعه، معليش يا سيدي على بالي بلاتك يحب الروتينات، ما انا نتفرج الروتينات، مي عباد كيما هادوما، راجل قد الضاله جاي عندي درتي جنازة تاع بابا، واش دخلك انت، واش دخلك، هذه هي البنات صافي خمم فيها صافي، هذا الضربة عندي ملي صارت لي سمانة وما زالت، ومازال يقولوا زاد دارك في التيك توك يا خويا، مانيش مآمنة مانيش مآمنة، هذا الفيديو واحد تزاكع طلعوها وحبطوها، لي باج كامل حاطين عليا في الانستغرام، مي وشنو هذا من توما كراف، البنات كان قالوا لي بزاف، قالوا شكون هذه اللي دارتها لك، هذه باينه وحده اللي بالك مشيت معاها ولا هي اللي واسات لك، دابا نقول لهم لا راه ماشي هي اللي واسات لي، ما والو اللي حطت نهار الاول لا فيديو ما نعرفها ما تعرفني، وجبدوها لي جبدوا لي لادغاس تاعها وكلش، ما تفيقش حتى تلقاني عندها في الدار، هذيك خليها، هذيك خليها من بعد ان شاء الله صافي، ماشي اللي راهم يقولوا لي بالك فلان، كل واحد تقول لي بالك فلان، واحد تقول لي بالك الاخرى ولا لا لا ماشي هذوك، عمل هذه اللي بعثت لي دوكا والله اعلم، الا بعثتها الله اعلم، المهم انا ما هدرتش معاها اون بيرسون، جابوا لي كلش عليه، مي ما هدرتش معاها، ماني حابه جو المزيد دوكا نهضر في الفيديو ولا، قلت خليها حتى كي نروح. هذه هي البنات، هذه هي البنات اللي سقساوني قالوا لي كيفاش علاش داروا عليك هذيك الحمله في الفيسبوك، علاش داروا على جال هاد لا فيديو، واللي حاب تروح تفرج فيديو بزاف اللي قالوا لي البنت، قالوا لي بدلي العنوان تاعك باسكو يا صح العنوان درته شويه مستفز، باسكو داك هو العنوان اللي يجلب الانتباه، دوك قنوات كبار 7 ملايين يديروا 10 ملايين يديروا عناوين تجلب الانتباه، باسكو اليوتيوب ولا معمر ولا بزاف لا شارج فيه، درت صح العنوان شويه مستفز، مي اللي يدخل لا فيديو ويشوف صح، وريت الماكله واش كلينا، وهضرت واش ياكلوا نهار الاول، وهضرت واش ياكلوا نهار الثاني ونهار الثالث، وما نيش ندمان على ديك لا فيديو، تبقى ديك لا فيديو فلاشان تاعي ومازال تحطوا ليها تلقاوها لا فيديو، ما يهمنيش باسكو علاش ما درتش حاجه غلطه باش نحشم بيها، ولا مانيش دايره هذوك الروتينات تاع اللي تحبوهم هذيك الجماعه اونتر بارونتيز باش نحشم ولا نسحب لا فيديو، ولا بزاف قالوا لي بدلي الاسم تاع لا فيديو، ما نقدرش نبدل الاسم تاع لا فيديو ولا باسكو خلاص داروا لي لي كابتور قدام صافي، كان بدلو صافي يقولوا خفتي، وما نقدرش نبدل باسكو سي لا هذيك هي لا فيريتي، واش كاين في لا فيديو، واش حطيتو اول جنازه عندي هذه هي، وحطيتو مع بجو هكذا جاتني، ما كنتش اصلا ما كنتش نخمم مليح ولا عباليش كيفاش حطيتو هكذا برك، باسكو من قاعدين ينسيستي وقولوا لنا كيفاش انتم تروحوا الجنازه كيفاش كذا، وهضرت لهم سي سي فري صح، الجنازه تاع الاتراك ماشي كيما الجنازه تاعنا تاع الجزائريين، هذه هي ما يوكلوش كيما حنا، ما يديروش القران جوغ كيما حنا فاهم دوكا مع الكورونا على بيها، مي ما على باليش كيفاش الجنازه تاعهم جاتني شويه ديفيرون على الجنازه تاعنا ماشي كيما حنا في الجزائر، هذه هي ثقافات، هذه هي صافي، انا دوك نبين لكم كي وريت العرس جاتكم حاجه عاديه، ورات العرس كي ورات الجنازه علاش دوكا الجنازه صافي، الجنازه ولا الطابو، الجنازه ولا الطابو هكذا خلاص ممنوع تتورى، الجنازه جوغ حاجه عيب ولا حاجه كبيره تخايفين من الموت، جنازه جنازه راه اليوتيوب معمر، والليله في القبر ما على باليش كيفاش يغسلوا الميت، كيفاش اللحظات الاخيره تاع الموت، يا الناس يتوري في اللايف، الناس تلاقف ما يوروا فيهم في اللايف، هذاك يخرجوا في الروح يا ربي اسمح لي، صافي كي قلت واش طيبنا صافي، ديك جاتهم خلعتكم
خلعتكم هذيك برات وش يطيبهم تهضر على الطياب، الاخرى تقولها ايه انا نهار مات بابا 20 يوم ما نحطش اللقمه في فمي، عشان ما حطيتش اللقمه ماشي محل غدوه من داك كشوين حكمتي الطريق من عطيتيها ما نعرفكمش. خرب بلادي، قالك اللي ما يعرفش يحسبك شيكوله. الحزن هنا في القلب، وما توروليش كيفاش نحزن على الواحد ما نحزنش على الواحد، ولا باليش كيفاش واحد العباد عباد فريمون تافهين، عباد تافهين ما عندهم في حياتهم والو، نهار كامل وهي قاعده هكا. جنازه، درتي جنازه يعني انت تزوجتي وانا قاعده هكا، اعطيها ديسلايك اعطيها بكومنتير، وهي تروحوا ليها تشوفوها تنوض الصباح صدقوني وجهها ما تغسلوش، تنوض الصباح وجهها ما تغسلوش، تجي تدخل تكومنتي لاليتها بصح هذه هكذا بصح تي شكون تمدي لي في رايك، حطت لي البروفيل تاعها تاع هاندا ولا مع لاباش تاع توبا ولا تاع لي زارت سادوم الاتراك، تحطي لي البروفيل تاع وحده تركيه تي شكون تي عباك واش معناتها كنتي كونتوري تحطي تصويرتك عباك واش معناتها الفيسبوك يتواسع تبيراطا يا اختي، ولي لعقلك ولي لعقلك كما قال لك واحد وعارفه واش كي تخرجي من فمك. هذه هي البنات صافي، هذه هي انا ديسيديت ولا غير ما على بالي قلت واقي نحبسك تشوفي هاد اليوم، ماني ندير ماني نحط فيديو من غير هذاك الفيديو تاع هذيك النهار، مانيش نحط ماني نبارطاجي ما والو، جو خلاص اوكان جو سي بون جو داقت لي قلت كيفاش الناس واش دارت واش تهضر واش تقصف واش تواسي ما هضروش عليهم، حيرتهم جو كيفاش درت واش طيبنا في الجنازه واش طيبوا الاتراك واش كيفاش يجيبوا كيما هما كيما حنايا ما يطيبوش في الموت وكذا، شو جاتهم هذه حاجه بيزار والله ما فهمت، ولا انا اللي ماشي نورمال صافي، كي نوري العرس نورمال كي نوري الجنازه ماشي نورمال، لا لا انا اخي انا عندي كلش عادي كلش نورمال، باسكو علاش ما فيش حاجه اللي تخدش بالحياء ولا زعما اللي نقص بها على الميت ولا اللي واسيت طيحت بالميت ولا ما فيها حتى حاجه، وفامي تراجلي كامل شافوه لا فيديو واحد ما هضر لي عليه عاجبهم عادي نورمال، وكيما حطيت هنا كيما تما شفتو كيما انا الوساتي شافو كيما قادرين الوساتي، ولا يقولوا لي او يقولوا لي كيفاش بابا عنده 50 من 6 ايام اللي مات انت طبعتي فيديو حطيتي فيديو كذا، ما حطيتوش 5 ايام استغفر الله يا ربي، حطيتو نقول لكم حطيت واقيلا 10 ايام مور مات، باسكو انا شافيه هو مات لو 8 وانا قعدت واحد 10 ايام ما بارطاجي استغفر الله يا ربي، دونت فكرت حطيتو نقول لكم واحد 10 ايام مور ما مات ولا 8 ايام المهم سمانه فيها بارطاجيت والو. هذه نحط لكم كنت حطوا له تشوفوا لا دات شيخي مات لويت وتشوفوا لا دات الفيديو وقتاش حطيتها، هذه هي البنات. المهم هذه ولا غير شوف نخمم، راجلي قال لي خلاص سي بون، قال لي واش هذا القانون اللي درت لك غير صداع الراس، قال لي بزاف، قلت ولا غير لا كونتر، قلت ولا عرفت عباد نهضر معاهم في الانستغرام في الماسنجر نبعثهم يبعثوا لي دائما نمسوا لي ميساج هذا بيناتنا، ولا قلت الحمد لله ما جو عباد هذا عرفتهم تلاقيت بيهم من هذا من سبت هذا اليوتيوب الحمد لله، كي تلاقيت بيهم كيف تلاقيت بيهم هنا في فرنسا في لانجلتير في المغرب في تونس في الجزائر، عباد ما جزائري ما نعرفهمش تعرفت بيهم غير هنا في اليوتيوب الحمد لله، وطمي هكذا دائما كاين عباد نيجاتيف، راجل من تشاهدكم قال لي حبسي هذا القناه، قال لي حبسيها خلاص سي بون، قال لي بروميير تشد لك الوقت، قال لي دوزيامون سي بون، قال لي مادام داروا كذا في راسهم قال عبال بلي ما يطلقوكش، قلت لهم انت وين تعرفهم بلي ما يطلقونيش باقي غير يطلقوني، قلت بتاع دوك تجيهم كاش مصيبه واحده اخرى تلتيهم عليا قاقا تجي مصيبه تاع الصح، باسكو انا ما كاش عادي هذيك لا فيديو تجيني عادي صح شويه العنوان مواسي مفخم شويه هذيك باش يجبد الانتباه، مي بصح ماشي لهذيك الدرجه، واحد داير على جالي باسكو علاش انايا كي بارطاجي تاعي في الانستغرام تشوفوا نشوف لي فيو غير فوق 300000 كا، هذوك لي فيديو 300000 كا، ولا غير بارطاجي ندي تخيك واحد اخرين نشوف نشوف زعما 20000 كا نشوف 10000 كا 150000 كا وتوعي 350 ناس يجرو يموتو باش يريبو واحد يقولهم ها هي شو حشفو واش دارت تضحكو ولا يدخلوا كامل يجرو مساكن، عباكم فريمون منين داك نقول صح شي ناس باش هضرو قالوا الجزائريين شويه ما على باليش كيفاش زادت لهم الكورونا اونت بارونتيز ماشي كامل اونفا كاينين بزاف ولاد الفاميليا وبنات الفاميليا وفحوله وفحلات كاينين بل بزاف، مي كاينين واحد النسبه نقول لكم بلي
فريمون مساكن غيضون، نحسهم جو مكبوتين، جو خاطبك وين تلقى ولا وين يلقى فراغ. انا يدوخني راجل كي يدخل عندي ويدي يسب، على بالكم واش معناتها مرا كي تسب باينه، مرا في مرا طيبات الحمام عادي، مي راجل يدخل هكذا يسب عندك يقول لك انت ما بهدلتو بينا اللي رحتو للترك، بهدلتو بينا على انت شكون، واش تجيني انت باش نبهدل بيك، انت شكون انت اللي راك مبهدل بيا، داخل لي في الروتين تاع النساء اللي ندا فلوج كي نبدا الفيديو ندور يا خياتي ما عندكش تحبي تتفرج مرحبا بك، ما بصح باش تقولي بهدلتو بينا انت اللي بهدلت بينا. حنقول لك واحد الكلمه بصح خلي رانا في اليوتيوب، هذه هي البنت راني بينو وبين والله ما على بالك فاش عندي راجل قال لي غلقي وانا راني متردده نمشي عليكم، والفت بزاف القناه ولا غير دم داك نكون قاعده نحس حاجه جوه تخصني، رحنا في التليفون ديك تدخل لي لاشين تاعي نشوف لي كومونتير نشوف كذا ولا غير ربي يجيب الخير وخلاص. هذه هي اللي بنت لي قالوا لك علاش ما رديتيش هذيك الحمله اللي داروها عليك، انا فهمتكم على الحمله هذيك وشكون سبتي الله اعلم، قلت لكم تهلاو في روحكم نحبكم بزاف في امان الله.